بتهيألي أنه طالما أنه المسيح جاء حتى يعلن الله لنا، لكن في أكيد أسباب أكثر من الإعلان، مش بس أنه ندرك الله، في إشي أعمق يمكن عاوز يخدنا أو يوصلنا إليه المسيح. نعم، من ضمن الحاجات الجميلة اللي بيقولها الرسول يوحنا في الإنجيل وفي الرسالة الأولى، يقول في البدء كان الكلمة أزلية المسيح. نعم. والكلمة كان عند الله أكنوميته، وكان الكلمة الله ألوهيته. تمام، هذا اللي هو الكلمة كان في البدء عند الله. تمام، بعد كده يبتدي يتكلم عن هو الخالق، كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. بعد كده يبتدي يتكلم عن حاجة تاني، إيه اللي فيه؟ إيه اللي به الخلق؟ طب إيه اللي فيه؟ فيه كانت الحياة. الرسول يوحنا في الرسالة الأولى يؤكد هذا الأمر، يؤكد عن أحد أهداف التجسد إظهار نوعية من الحياة لم يراها البشر سابقا قبل التجسد. فلو قرينا المقطع من رسالة يوحنا الأولى، الذي كان من البدء، بدء التجسد. نعم. الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. هنا يلقب المسيح أنه كلمة الحياة. في الإنجيل المسيح هو كلمة الله، كلمة الله المعلن عن الله، كلمة الحياة في الرسالة المعلن عن الحياة. عشان كده الآية الثانية مباشرة يقول فإن الحياة أظهرت. أدي التجسد، الحياة موجودة سابقا مخفاة غير معلنة، لم يستطع ولا نبي من الأنبياء أن يعلن عن هذه الحياة. إيه اللي حصل في التجسد؟ أظهرت هذه الحياة. في الإنجيل يوحنا يقول فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. في الرسالة يقول فإن الحياة أظهرت وقد رأينا، وبدل رأينا نشهد لأن اللي يشوف يقدر يشهد طبعا. قد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. عشان كده التاني سبب للتجسد إظهار ما يسمى الحياة الأبدية. ودي نقطة في غاية من الأهمية يا أسيس نزار. ليه؟ لأنه وإحنا ماشيين في الشوارع، وإحنا ماشيين في الحدائق، أو إحنا راكبين مركب في البحر، إحنا بنتفرج على أنواع حياة. نعم. يعني وانا ماشي في الـ في الـ في الحدائق بتفرج على شجر حي في حياه اسمها الحياه النباتيه. لو شفت حيوان معدي ده برضو حي. نعم. بس دي نوعيه حياه مختلفه اسمها الحياه الحيوانيه. طب لو شفت انسان معدي ده نوع ثالث من الحياه اسمها الحياة الإنسانية. والحياة النباتية غير الحيوانية غير الإنسانية. نعم. عشان كده ما فيش أي علاقة بين التلاتة. يعني مثلا ما يقدرش حيوان يحكي مع شجرة. ممكن حيوان وحيوان يتفاهموا، ما يقدرش إنسان يحكي مع حيوان ما يفهموش. يعني لو حب إنسان يروح البيت يقول افترض عنده كلب في البيت، فلو أنا متضايق الكلب ممكن يشعر بيا، لكن لو حبيت اقول له المدير بتاعي مضايقني ما يفهمنيش. ليه؟ لان نوع حياه مختلف. طب لو شفت المسيح معدي ماشي حي برضه، بس ايه نوعيه حياته؟ فيه نوع حياه لم نراه سابقا اسمها الحياه الابديه.